صار لك كم يوم ما عم تحكي معي كلمة مثل الخلق والعالم. هلا مشان حمام أهلك صرت بتحكي؟ على كل حبيبي أنا شو دخلني لحتى أنزل معكم على السوق ونقي السيراميك؟ يعني حابين ناخذ رأيك. لهالدرجة رأيي مهم؟ معلوم. ما أنا كل عمري باخذ رأيك، ليش لحتى هلا غير هي العادة؟ معناتها بدك تقلبها جكر. مو جكر، بس عم نعمل لك قيمة. بهي؟ على حد علمي إنه كل عمرنا عاملين لك قيمة، مو بس بهي. كتر خيرك. بس حبيبي أنا ماني رايحة. ما أنت شايف وضعي. رجلي بلشوا يتنفخوا، وما عم صدق إمتى يخلص دوام المدرسة وشغل البيت لحتى أرجع أتسطح وأرفعهم. مالي قدرة على مشي السواق. الو، اهلين وسهلين. وينك انت؟ مو على اساس تحكيني امبارح؟ نمت على الكنبه قدام التلفزيون وما حسيت على حالي الا الساعه 3 الصبح. ولي علي عليك، عم تاكل؟ وكيف حاله البيت؟ اكيد قايمه قيامته. ايه نعم قايمه قيامته، اذا شفتي ما بتعرفي. هذا يلي حاسب حسابه. بعرفك بعرفك، اكيد. لا عم تلم ولا عم تضب ولا عم ترتب. ولك عم بمزح معك، على كل سنة كل يوم عم تجي مثل ما وعدتك. يلا طمنتي علي؟ بدك شيء؟ لازمك شيء؟ لا بدك إلي يمكن اطلع من البيت. ها يلا مع السلامة.